منذ تأسيس البنك الإسلامي، ومشاريع الخير تفيض على العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم نماءً وازدهاراً. معالي رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وزير المالية في المملكة العربية السعودية الدكتور إبراهيم ابن عبد العزيز العساف يلقي الآن كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو والمعالي المحافظين ونواب المحافظين، معالي الأخ الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بخالص الشكر وعاطر الثناء على تفضله برعاية هذا الاجتماع السنوي التاريخي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ولسموكم الكريم لتشريفكم هذا الافتتاح نيابة عنه حفظه الله. إن هذا الاجتماع الذي تباركون افتتاحه اليوم يتزامن مع مرور 40 سنة على تأسيس البنك، وأن لرعاية خادم الحرمين الشريفين للاجتماعات وحضوركم يا صاحب السمو دليل على الدعم الكبير والمساندة المستمرة اللذين حظيت بهما المجموعة منذ إنشائها من قبل المملكة العربية السعودية دولة المقر. فلقد كان لرعاية المملكة قيادة وحكومة للبنك على مدى العقود الأربعة الماضية الدور الفاعل والأثر الكبير فيما وصلت إليه مجموعة البنك من نمو وتوسع وأثر ملموس في دعم التنمية في الدول الأعضاء، حتى أصبحت اليوم مجموعة تنموية مرموقة على خريطة تمويل التنمية الدولية. كما أتقدم بالشكر والتقدير للدول الأعضاء الأخرى على الدعم والمؤازرة المستمرة لهذه المجموعة لتواصل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها. لقد نتج عن هذا الدعم والرعاية أن نمى البنك ونمت عملياته ونشاطه بشكل ملحوظ، حتى أصبح مجموعة من المؤسسات المتخصصة أسهمت بفعالية في دعم الجهود التنموية في البلدان الأعضاء وفي تعزيز التمويل الإسلامي المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة. صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأخوة والأخوات، إن الأسس التي قام عليها البنك أسس راسخة ونبيلة، وأن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أهداف استراتيجية وحيوية في مسيرة دوله الأعضاء، وأن الإنجاز الأهم في مسيرة البنك على مدى العقود الأربعة الماضية يتمثل في التغييرات الإيجابية التي أحدثها البنك في حياة الملايين من البشر بالدول الأعضاء وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. وهذا الإنجاز يعمق الشعور بالمسؤولية بضرورة العمل المستمر لتطوير أعمال البنك، ويأتي في هذا السياق العمل المتكامل الذي قامت به المجموعة المتمثل في التقويم التاريخي والإطار الاستراتيجي العشري لرسم مستقبل مشرق لمجموعة البنك يعزز دورها بإذن الله. وما يبعث على الرضا ما أسفر عنه التقويم من تقدير واسع النطاق للدور الذي تقوم به مجموعة البنك في تلبية احتياجات دولها الأعضاء، والمكانة التي تحتلها بوصفها مؤسسة تحظى بالاحترام على الصعيد الدولي. ومن الإشارات المهمة في هذا العمل التزام المجموعة بمواصلة النمو والتطور بأسلوب أكثر فعالية واستدامة وكفاءة. وأجدها فرصة سانحة لأن أنوه بشكل خاص بجهود الرجل الذي عاصر البنك منذ إنشائه وساهم في تطوره ونموه
معالي الأخ الدكتور أحمد محمد علي. والذي قاد البنك بحنكة وحكمة واقتدار خلال السنوات الماضية، فشهد ازدهاراً غير مسبوق، واتسع نشاطه الاقتصادي، وتضاعف عدد الدول الأعضاء فيه ليصل حالياً إلى 56 دولة. لقد كان لجهوده الكبيرة وإسهاماته المشهودة وإدارته التي تميزت بالحكمة والكفاءة، ممتزجة بدماثة الخلق والدبلوماسية الواعية، بعد توفيق الله ثم دعم الدول الأعضاء، الأثر البارز في تطوير مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتصل إلى ما هي عليه الآن من حضور وفعالية. وتقديراً لجهوده وتفانيه، فقد منح معاليه جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، تقديراً لإنجازاته المتمثلة في إدارته لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما كرمته العديد من الدول الأعضاء. وهنا يا صاحب السمو أود أن أزف خبراً ساراً لمحبي معاليه، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بمنحه وشاح الملك عبد العزيز، وذلك تتويجاً للتقدير الذي حظ به معاليه. وأرجو أن يتكرم سموكم الكريم في تقليده هذا الوشاح في نهاية حفلنا اليوم، فجزاه الله خير الجزاء على جهوده في خدمة الأمة. ولا يفوتني أن أشكر كافة النساء والرجال المخلصين الذين ساهموا في هذه المسيرة الخيرة للمجموعة من أعضاء مجالس إداراتها وموظفيها. وختاماً، أكرر شكري لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعايته لهذه الاجتماعات، ولكم يا صاحب السمو على تشريفكم ودعمكم، وأهني مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وكل العاملين فيها على الإنجازات، سائلين الله المزيد من التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.